السلام عليكم ورحمة الله إلى إدارات المدارس في محافظة القادسية الديوانية. امتحانات الدور الثاني للصفوف الغير المنتهية نظرا لإعلان المحافظة عطلة اليوم غدا الخميس بذكرى استشهاد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لذا يؤجل امتحان يوم الخميس إلى يوم السبت 16/9/2023. طبعا هنا محافظة القادسية، فقط هذه المحافظة أي الديوانية، امتحانات الدور الثاني للصفوف الغير المنتهية اللي هو يصادف يوم غدا الخميس، عطلة بهذه المحافظة أجلت امتحانات الدور الثاني من يوم الخميس إلى يوم السبت. يعني امتحان يوم الخميس راح يتأجل إلى يوم السبت 16/9 فقط محافظة القادسية الديوانية. أما باقي المحافظات طبعا عندهم امتحان استمرار امتحانات الدور الثاني في بعض المحافظات. المهم هسه محافظة القادسية امتحانات باكر، يعني الخميس ما عندهم امتحان، ما عندهم دوام، تأجل من يوم الخميس إلى يوم السبت.